ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ منير دي. أستاذ منير صباح الخير. صباح النور أخي طارق، أهلا وسهلا. أنت تؤيد هؤلاء الذين يدعون إلى تأجيل الأقساط 3 شهور؟ يعني أخي طارق، بس قبل ما ندخل على هذا الموضوع، يعني بالنسبة لموضوع رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي واتبعته طبعا معظم البنوك المركزية في العالم، السبب في هذا الموضوع احنا عندنا مشكلة أزمة كورونا أولا اللي سببت تسريح العمالة وتوقف سلاسل الإمداد وانخفاض الإنتاج واستمرار الإغلاقات. حتى هاي الأيام لا زالت بعض الدول تفرض قيود وإغلاقات، وبالتالي صار عندنا في إنتاج العالم تراجع ما قبل سنوات كورونا بنسب عالي. أجت الأزمة الروسية الأوكرانية كملت بزيادة، سببت ارتفاع بأسعار الطاقة، الغاز، المواد الغذائية، أسعار الحبوب والقمح وغيره، وبالتالي صار عندنا أيضا ارتفاع بأسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، وبالتالي وصل التضخم في معظم دول العالم لأرقام لم يصلها منذ 40 عاما، وخاصة طبعا في أمريكا اللي وصل فيها نسب التضخم ما يقارب 10%. تمام. مشكل اليوم لما التضخم يرتفع بنسب غير مسبوقة، الفيدرالي أو البنوك المركزية في العالم ما عندهاش خيار إلا رفع أسعار الفائدة، باحت رفع الفائدة. صح. هذا بالنسبة لها أسهل قرار ممكن تأخذه، وما كبنك فيدرالي ما بتطلع شو التبعات الاقتصادية اللي رح تصير، هو بالنسبة بتطلع باتجاه واحد، كيف بدنا نزل التضخم، خفض التضخم. صح صح. كيف يخفض التضخم برفع نسب الفائدة؟ شو النتائج، شو الآثار السلبية اللي رح تنعكس على الاقتصاد، شو راح يصير من ركود، شو راح يصير ممكن من بطالة، شو راح يصير من تباطؤ في الاقتصاد، هذا إشي ما بهمه، بهمه هو إنه ينزل التضخم. تمام. اليوم الفدرالي الأمريكي خلال العام 2022 أخذ 5 قرارات برفع الفائدة، وهذا طبعا شيء غير مسبوق. رفع الفائدة كانت في حدود 1%، اليوم نحكي عن 3.25. التوقعات أخي طارق بتشير إنه راح يستمر الفدرالي الأمريكي وراح يلحق البنوك المركزية في العالم كلها برفع الفائدة حتى نهاية العام الحالي، واللي راح توصل بالتوقعات كما توقع الأعضاء الفدرالي ل 4.4% خلال نهاية العام الحالي، واستمرار رفع الفائدة خلال العام 2023 لتصل إلى 4.6. أرقام غير مسبوقة. شو قاعد بصير؟ اليوم أنا لما أرفع الفائدة على الدولار لهاي النسب المرتفعة، بصير أمام المستثمر خيار وحيد، أحسن خيار بالنسبة له يتحول نحو الدولار. الدولار اليوم أكثر عملة جاذبة بالعالم، أكثر استثمار جاذب في العالم اليوم إنك تحط وديعة بالدولار الأمريكي وتقعد، هذا أحسن شيء بالنسبة للاستثمار. فالأموال الساخنة في كل العالم تنتقل فورا، إما بنفس الدولة بتروح أنا بكون وداعي مثلا بالدينار، إذا ما رفع البنك المركزي الأردني فوائده على الدينار أنا على طول رح أحول على الدولار وحط وداعي بالدولار لأنه نسب، أو أنه بتنتقل الأموال دايركت لأمريكا أو لأي دولة بترفع نسب الفائدة. البنوك المركزية في العالم مضطرة حتى تحافظ على موجوداتها من العمل المحلية، العملات المحلية، وحتى لا تهرب الأموال هاي لخارج الدول وخاصة لأمريكا، بالتالي مضطرة لرفع الفائدة تبعا للفدرالي الأمريكي. احنا عندنا بالأردن ارتفعت الفائدة تقريبا ما يقارب الـ5 مرات، أيضا نحكي من 2023 كانت 2.75، اليوم 2025 5.25، هذا سعر الفائدة الرئيسي. تخيل، بالتالي 5 رفعات للفوائد. طيب، رفعة الفائدة أخي طارق بتفيد المودعين واللي هم نسبة قليلة من المجتمع اللي بيملكوا الأموال والودائع الموجودة في البنوك، هذا القرار كثير ممتاز بالنسبة لهم، وبتأذي المقترضين. أيوة، ولكن اليوم عندنا إحنا غالبية الشعب مقترض والحكومات أيضا مقترضة، فبالتالي رفع الفائدة سلاح ذو حدين، بفيد المقترض، بفيد المودعين من جهة لأنه أموالهم راح تنمو راح تكبر، عوائدهم راح تزيد، نفس الوقت راح تكون سلاح صعب وقوي وقاسي على الحكومات المديونة وخاصة الاقتصاديات النامية زي دولنا، لأنه فوائد الدين راح تزيد، كلفة الاقتراض راح تزيد، أيضا شح الاقتراض اليوم سوق الاقتراض العالمي راح يتراجع، نفس الشيء بالنسبة للأفراد، اليوم إحنا
بطاقتك الائتمانية رح تزيد الفوائد عليها، قرض السيارة اللي انت ماخده رح تزيد، قرض السيارة، قرض التعليم، كل هاي القروض رح تزيد. طيب هذا كله كلام ممتاز أستاذ منير. أنا الآن بناء على كل ما تقدم في مطالبات بتأجيل أقساط القروض لمدة 3 شهور، هذا هو محور الرئيسي. أخي طارق، إحنا طوال الفترات الماضية، لأنه بتعرف السوق الأردني السوق أهم ميز فيه أنه شح السيولي. المواطن اليوم لما يستلم راتبه 60% من الراتب بظل في البنك، هو بأخذ تقريبا 40% فقط من الراتب عشان يمشي فيه كلفة حياته ويدفع كامل المصاريف الأخرى من مواد غذائية وبنزين وغيره وفواتير وكل الالتزامات الثانية المطلوبة منه. تمام. هذا الشيء ما بيكفي، لأنه أساسيات الحياة أصبح غير قادر على تأمينها بظل ما ظل عنده من بقية الراتب. وبالتالي دائما كنا نعاني من شح السيولي. فإحنا كنا في المواسم، يعني لما أقبلنا على شهر رمضان بشهر 4 طالبنا الحكومة فعليا بتأجيل الأقساط، وكنا حريصين إنه راتب 30/4 قسط 30/4 ضروري ما ينزل على البنك. ضروري يتأجل ويترحل لآخر الأقساط. ولا وفعلا استجابت، وفعلا على طول جاوب السوق، وفعلا اللي تم تأجيله اللي ما يقارب بحدود 150 مليون دينار نزل على السوق، انصرف بالسوق على السريع. صحيح. وفعلا جاب النتيجة. اليوم موضوع تأجيل القروض أخي طارق، في ضوء النتائج وفي ضوء القرارات اللي قاعدة بتصدر، وفي ضوء استمرار رفع الفائدة لنسب مرتفعة واستمرار رفع الفائدة، هذا الشيء راح يكلف المقترضين مزيد من الأموال وراح يكلفهم مزيد من الكلف. اليوم تأجيل الأقساط ممكن يحل مشكلة بالسوق آنية، ولكن راح يزيد من الكلف والأعباء على المقترضين لاحقا. يعني كله بنحسب عليه وبتجمع عليه. كل نقطة أنا لما أزيد نص نقطة أو 75% من النقطة على القرض، بزيد هذا على المقترض تقريبا 40 دينار 50 دينار على هوا قسطه بالشهر. 50 دينار و60 دينار لا نستهين فيهم شهريا. اليوم هذا من شهر 3 حتى الآن كل مرة كان يجي زيادة 20 دينار 15 25 30، اليوم صاروا هذول المجموع ثم يقارب 100 دينار شهريا هذول زيادة. اليوم هذا الحكي إذا بدنا نظن فيه بالتالي راح تزيد، لأنه 100 دينار هذول هم اللي كانوا يتوفروا لدى المواطن المقترض، وهذول اللي كانوا ينزلوا على السوق آخر الشهر يلاقيهم المواطن زيادة عنده ويشتري فيهم من الأسواق من السلع الاستهلاكية. زيادة الاقتراض راح تزيد كلفته، وبالتالي ما راح يظل معاه فائض سيولي ينزل على الأسواق. خلص وصلت الرسالة أستاذ منير. تأجيل الأقساط في ظل الوضع الحالي يعني غير جيد، مع أنه السوق في ركود مش طبيعي، وهذا الخوف أنه ندخل بمرحلة الركود التضخمي، أنه رفع الفائدة ما يجيب نتيجة، وبالتالي فعليا يكون عندنا ركود وبنفس الوقت يكون عندنا غلاء بالأسعار وارتفاع فيه. كل الاحترام. سمعت رأي الأستاذ منير دي الخبير الاقتصادي. أنتوا شو رأيكم؟ يعني هل مصلحتكم من أجل القروض ولا لا؟ لأنه في الأخير كله بده يتراكم عليك. 0788-95-3-95-3 وراجعين. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.